try this yourself. It's extremely dangerous. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله نديروا الكونتيني ديال ليكزيرسيس ديال الكالكول لي زانتيغرال ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك. فوصلنا للكالكول هنا غنشوفوا شي حوايج اللي هما جداد ابار داكشي كامل اللي شفنا في الفيديوهات اللي فاتوا. يعني خصنا نطلع واحد شويه النيفو قل من الصعيب واحد شويه. ندوزو للكالكول. اول حاجه توجور اون اونكسل لانتيغرال ديال دي زيرو بي سي 3 ديال الطونجون كاري ديال اكس ديال اكس. الوغ انا اول حاجه عندي الطونجون كنكوني بان الطونجون يكون او كاري ولا شي حاجه ما عنديش البريميتيف ديالو. صحيح ما عنديش البريميتيف ديالو هادي اول حاجه. يقدر شي واحد يقول لي خوف قدر نديرو لي بحال واحد الكاري درنا ليه في واحد الفيديو اللي كان فات درتي لينا بان الطونجون هو سينيس على الكوسينيس. مي تما كان عندك غير طونجون بوحدو، مي هنا عندك كاري مفهوم يعني مخداماش ليه. يعني يبقى عندك هو سينيس كاري على الكوس كاري و النيميغاتور يبقى عندك بويسونس. انا معنديش مشكل يكون عندي ديميغاتور بويسونس، مي النيميغاتور بويسونس نو. اوكي اش ندير هنا؟ خاصك دير ليا طرن في راسي تنعرف بان البريميتيف ديال طونجون هو شناهو. البريميتيف ديال طونجون هو شناهو قولو من ورايا. البريميتيف ديال طونجون هو تنعرف بان اللي تعطيني الطونجون شنو هو اللي تعطيني الطونجون. البريميتيف اللي تعطيني الطونجون شنو هو؟ انا عارفه بانه هو الطونجون كاري دو اكس بلس ان. انا اش عندي الطونجون كاري، علاش بقى خاصان بلس ان؟ فنضيف ان ونقص ان بحال ما درتش والو. يعني شحال تولي عندك؟ غيولي عندك الانتيغرال دو زيرو بيسر 3 ديال اش ديال الطونجون كاري ديال اكس. شنديرو شي درب لاحظو غندير بلس ان وندير موانز ان. واش درت انا دابا شي حاجة؟ نو. وبالتالي هنا يولي عندك الطرفين، يولي عندك الطرف الاول والطرف الثاني. الطرف ممكن دير ليه بريميتيف ديالو لانه كتبليه سي فورم طونجون كاري بلس ان. تنعرف ان بريميتيف ديالو هو طونجون دو اكس. هذا مكتوب سي فورم ا، يعني بريميتيف ديالو هو ا اكس. باش نفهمو يعني خاص فكرة سهلة وبسيطة باش أنني نوصل للغزالة. فدائما نخدمو العقل ديالك باش تولي عندك هادي الطونجون دو إكس موان أش ديريفي ديال أ هو أ إكس، يعني أن فوا إكس تولي عندك هي إكس دو أش دو زيرو بي سير 3. غنجي نغومبلاسي باش تولي عندك أسيدي هي الطونجون ديال بي سير 3 ياك موان أش موان بي سير 3 موان أش موان بارونتيز باش متصيدش. يقول لي عندك سيدي الطونجون ديال اش ديال زيرو اكس باش نغومبلاسيها بزيرو. تنكونيو بان الطونجون ديال بي سير 3 ممكن انكم ديروا في الكالكولاتريس يعطيكم هو الغاسين دي 3 ها موان اش موان بي سير 3. وحتى نكونيو بان الطونجون ديال زيرو هو شنو هو؟ زيرو. فالطونجون ديال زيرو هو شنو هو؟ زيرو. زيرو موان زيرو هو زيرو، يعني فينالمون تبقى لك هي موان زيرو. الغزالة فينال شحال تبقى لك هي؟ هي الغاسيل ديال 3 موان بي سيغ اش سير 3. صحيح هذه هي الغزالة فينال. نطلق هادو لانتيغرال دو زيرو بي سير 3 ديال اش ديال طونجون كاري ديال اكس ديال اكس ايكال شنو هو؟ هو الغاسيل ديال 3 موان بي سيغ 3. هادي هي الغزالة فينال بالنسبة لكا 9. اون باس كا 10. فكيف العادة لابوز الفيديو ابقى معايا. اون باس كا 10 بعد ما تكون درتو لابوز لا فيديو وجاوبتو عليها اولا حاولتو فيها. فنبداو اول حاجة نحطو ليكسبرسيون ديالنا. اون توجور اون لانتيغرال دو زيرو اش بي سيغ ديال اش ديال الكوس ديال اكس فوا غاسين تروازيام ديال ان بلس بلس سينيس ديال اش ديال اكس اش اش كامل اش ديال اكس. الوغ تنغوماركي بانه عندك هنا البرودوي ديال دو فونكسيون. واحد لا فونكسيون فيها الغاسين الغاسينيه ملي تكون عندك جينيرالمون الغاسينيه مترجع على شكل بويسونس، يعني شحال ايكال هادي هو لي لانتيغرال دو زيرو ا بي سيغ دو ديال اش ديال الكوس ديال اكس فوا قلنا هذا رجع على شكل بويسونس. قلنا الانيه فين تيولى شي كامل شرحتو في لي بارتي اللي فاتو. بويسونس يولي في الدينوماتور، يعني الانيام اللي عندنا باردون الانيام اللي عندنا في الدينوماتور.
والبويسونس هادشي كامل مرفوع بواحد البويسونس هنا وما باينش بشحال هو ان. هنا شحال تبقى لك هي ان بلوس سينيس ديال اش ديال اكس هادشي كامل دي بي اكس. الو هنا عندي برودوي ديال دو فونكسيون واحد الفونكسيون مرفوعه بالبويسونس غنمشي ندير داكشي اونتر البويسونس غنمشي ندير ليها غنمشي ندير ليه الديريف الديريف ديال ان هو زيرو الديريف ديال السين هو الكوس. الو اون غومارك بان على برا راه ديجا عندي كوس باش نغومبلاسي ب ان بلوس سينيس دو اكس بخيم ايوا لان عندي القضيه ساهله الانتيغرال دو زيرو بي سور دو ديال اش ديال ان بلوس سينيس ديال اكس هادشي كامل بخيم فاكتور اش كوس فاكتور ان بلوس سينيس ديال اكس تو على بويسونس ان سور تروا ديال اكس. Alors, on remarque maintenant que c'est la forme f prime fois f à la puissance n. Fait le primitif de la est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Il y a une égalité. Il y a 1 plus sinus de x tout à la puissance de la belle mouvage à z1. Non, je vais apparaître. On a fait ça pour déjà à la fin. On a deux puissances n de l'1. Je vais vous dire que vous avez 4 sur 3. Je vais vous قلنا ماشي غنكون عندك البويسونس 4 سور 3 حنا راه نورمالمون تولي ديفيزي على 4 سور 3 ولكن حيت نعرفو حشومه وعيب وعرض ان الديناتور يكون فيه الغاسين عشان ديك ديال ديك اللعيبه ديال الانفاس صافي ديال ديك اللعيبه ديال اش قايبه تشد هادي وتقلب عليا هنا يعني تولي عندك 3 سور 3 سور 3 ثالث حاجه عاوتاني ممكن تزيد نسبي في غير هنا هنا الا عندك سميتو الا عندك البويسونس على شكل فراكسيون ممكن ترجع على شكل بويسونس غاسين باغ ولا عندك الغاسين ديال اش ديال الانيام اللي كان في ديماتور شنو الانيام اللي كان في ديماتور 3 هاهي قلنا من تنكتب الانيام من 3 والفوق الا كان 2 ما نبينهاش هنا البويسونس يكون عندي هو في النيميراتور البويسونس عندنا هو 4 صاير ونغومبلاسي دابا القضيه ساهله معنا هي 0 بي سور 2 اوكي okay, نجي غومبلاسي غتبقى عندك هنا 3 سور 4 هنا غتولي عندك هي الغاسين تروازيام ديال اش نكونيو بان السينيس ديال بي سور 2 هو 1 ياك غتولي عندك 1 بلس 1 ديال غتولي عندك هي 2 على بويسونس ديريكتومون داكشي موان 3 سور 4 ثم نكونيو بان السينيس ديال 0 هو 0 0 بلس 1 هي 1 1 على بوسونس 4 اللي هي 1 الغاسين تروازيام ديال 1 هي 1 1 في 3 سور 4 تبقى لك هي 3 سور 4 يعني حشومه انا اللي نديرها دابا نبسط نوحد نقاد اللعيبه تبان لي العامل المشترك بيننا هنا هو 3 سور 4 نفقطو باش هادي هادي الا دخلتها للكالكولاتريس غتلقى واحد النتيجه بالفيرغيل وهي تتسامبليفا غير الكالكولاتريس ما تمكنش لا تبان لك لانه شويه نيفو طالع على الكالكولاتريس فانا اش تعطيك الا دخلت لك الكالكولاتريس تعطيك هي 2 غاسين 3 ديال اش ديال 2 موان تقول لي بروف صافي ليا في هاد اللقطه كيفاش درتي ليها اسيدي الغاسين 3 ديال 2 على بويسونس 4 دائما ملي تكون عندك البويسونس تكون كبر من الانيه ممكن انك تفكك على حساب تولي عندك 3 تفكك البويسونس على حساب هادشي اللي عندك هنا 4 واش ممكن خارج منها 3 واش تولي 1 تولي 2 على بويسونس 3 فوا 2 على بويسونس 1 لان دابا 3 مع 1 تولي 4 بحال ما درت والو يعني درت استعملت الخاصيه ديال بويسونس هنا اغريس هي غاسين 3 ديال 2 على بويسونس 3 في الغاسين 3 ديال 2 نفس الانيه مع بويسونس تلاقاو لي تي كما تنقولوا الحميه تتغلب 7 تتلاقى لك الانيه مع بويسونس يطيروا لك الغاسين تقال عندك هي 2 هي 2 الغاسين 3 ديال 2 صحيح ما تلاقاش نقول لهم دو فينالمون فينالمون اش نقول لهم دو اش دو اللعيبه في الجعيبه ديالنا شحال تتساوي دو اي نديرها هنا دو لانتيغرال دو 0 بي سور 2 بي سور 2 ديال الكوس ديال اكس فوا اش فوا الغاسين 3 ديال 1 بلس سينيس ديال اكس دي دو اكس ايغال شنو هو ايغال شحال خرجنا شباب هو 3 سور 4 فاكتور 2 غاسين 3 ديال 2 جو سي موان 1 صحيح هادي هي الريزلتا فينال اون باس كا 10 11 ندوز كا 11 11 كيف لعبة اون لانتيغرال دو بي بلس سور 6 ديال اش ديال سينيس ديال 2 اكس سور الغاسين ديال 1 بلس سينيس كاري ديال اكس الوغ هنا
هنا تيبان لي انيمي راتور على ديماتور. ديماتور في الغاسين اش قال لك بروف مجمس فين؟ قال لك منين شكون عندك فراكسيون ونجح في الغاسين تمشي اونتخ الغاسين وتدير ليه الدرايف. هنا الى جينا نديرو الدرايف ديال هذا الدرايف ديال ان هو زيرو. هذا مكتوب سو فورم اش اف على بويسونس ان بريم. شنو هو الدرايف ديالو؟ هو ان اف على بويسونس ان موانز ان فوا اش فوا اف بريم. Alors, j'ai dit avec, comme je disais, avec, je vais dire, sinus carré de x, c'est un carré. Je ne sais pas si tu as un carré, mais tu as un carré. Tu veux dire, il y a 2, sinus de x, fait 2 moins 1, and 1, je m'en occupe 1, fois h fois sinus de x prime, égal, il y a 2, sinus de x. تنعرف سيدنا بان السين ديال اكس الديريفي ديالو شنو هو الديريفي ديال السين ديال اكس؟ هو الكوز ديال اكس. نشوف عندك هنا الكوز ديال اكس. الوغ تنجي نسول راسي تنقول واش السين ديال اكس فوا الكوز ديال اكس هي اللي عندي في النيميراتور؟ اون نو. ولكن في اتونسيون هي نفسها ولكن خصكم ضابط ليا لي بروبريتي ديالاش ديال لي فونكسيون تريغونومتريك. اش قلت لكم المره الاولى في الفيديو الاول ديال لي فونكسيون تريغونومتريك قلت لكم بان السينيس ديال 2 اكس ايغال هي 2 سينيس ديال اكس في الكوز ديال اكس او بيان 2 كوز ديال اكس في السين ديال اكس لا ميم شوز. ها هي راه هي نورمالمون هي هي. نقول لي الو الو اش لانتيغرال دو 0 بي سير 6 ديال السينيس ديال 2 اكس sur racine de 1 plus sinus carré de x de x égale à l'intégrale de 0 à p sur 6 p sur 6 p sur 6. C'est la même idée. Je n'ai pas sinus de 2x tant qu'on est en a sinus de x fait h fait cos de x sur h racine de 1 plus sinus carré de x c'est quand même de x. Vous avez remarqué ou bien n'a pas de ou n'a pas de prix égale à l'intégrale de ou l'intégrale de 0 à p sur 6, dièl h, dièl 2 sinus dièl x fois cos dièl x, pardon, il est égal à plus sinus carré dièl x, h tout, tu primes le h, alors racine dièl 1 plus sinus carré dièl x, dièl x, égal à l'intégrale de 0 à p sur 6, ça fait ça, vous devez déjà, il y a la primitive dièl a, primitive de f prime sur racine de f, il y a 2 racines de f. Il y a 2 racines de f, et on dit 1 plus sinus carré de x. De 0 à p sur 6. Et je dis que je vais lire maintenant. Je vais vous donner f prime sur racine de f, et primitive de f, il y a 2 racines de f. Et là, on va aller en remplace. On remplace ici. Là, on va trouver un degré de 2 racines. Hop, racine de p sur 6, à tout le monde qui est 1 plus. Tu as vu que sinus de p sur 6 ou 1 demi. Et quoi 1 demi, une grave calculatrice. 1 demi carré. Moins, tu parles qu'il y a 2 racines de 1 plus. Tu as vu que sinus de 0 ou 0. 0 carré, il y a 0. 0 plus 1 ou 1. Racine de 1 ou 1. Il y a un peu de temps que je parle de 2. Il y a une gène simplifiée, je suis en demi. تبقى عندنا سيدنا هي 2 غاسين ديال 1 بلس 1 كاري اللي هي 1 2 كاري اللي هي 4 ابخي موان 2 ابخي واحد ديناتور غتبقى لك هي 2 غاسين ديناتور من 1 هو 4 غتبقى لك اسيدي 4 فوا 1 اللي هي 4 4 بلس 1 اللي هي 5 تولي لك هي 5 5 موان اش موان 2 ايكال هي 2 هنا نفرق الغاسين تولي هي الغاسين ديال 5 موان الغاسين ديال 4 موان 2 وحنا تنكونيو بان الغاسين ديال 4 هو شحال هو 2 تمشي ب 2 مع 2 تبقى لك الغاسين ديال 5 موان 2 صحيح هنا تقول لي كنزز من هنا لهنا ساهله ماهله تنعرفوا الى عندك الغاسين ديال ا سور بي قال لي الغاسين ديال ا سور غاسين ديال بي صحيح هذه الريزلت فينال دو لانتيغرال دو 0 بي سور 6 ديال اف ديال سينيس ديال 2 اكس sur racine de 1 plus sinus carré de x de 2x égale à racine de 5 moins 2. Ça y est, le résultat final. Par qui fait ça, pose la vidéo ou fait croire que le cas 12 qui fait son quintet en même temps, comme ça, tant de projets.
نحط الانتغرال ديالي اللي هو 0 دو بي سور 2 ديالاش ديال الكوس كاري ديال اكس فوا اش فوا سينيس على بوسون 3 ديال اكس 2 دي ديال اكس 4. هنا تلاحظ بانه عندي برودوي ديال دو فونكسيون وهذيك لي دو فونكسيون كاملين مرفوعين بالبويسونس 4. نمشي بلو دوغري اللي عندو بلو دوغري ندير لي اونتخ ديالو ندير لي دوغري. عندنا بلو دوغري هو 3 دوغري ديال السين هو شنو هو الكوس الوغ من هنا برا تيبان ليا الكوس كاري ديال اكس يعني انا محتاج كوس ديال اكس من هذا الكوس كاري ديال اكس نو مايمكنش يعني خصني كيفاش ممكن انني نخرج من هاد ليكا. اوكي هنا فانا خصني نكون ضابط الامور ديالي مزيان باش نعرف ضابط القواعد كاملين خدام بزاف ديال ليكا ديال لي فونكسيون تريغونومتريك باش انني نعرف كيفاش نتعامل بحال هادي. الوغ هما معايا شنو غيبقى عندك هذا بي سور دو هنا هذاك اللي عنده دوغري طاح خليه يكمل هادشي اللي عنده بري دوغري ودائما فرقوا على الاوكار قلب على اوكار تقول لي علاش انا نقول لك علاش تقول لي اش تقول لي عندك يا السينيس كاري ديال اكس في اش في السينيس ديال اكس ماذا دي دو اكس الوغ دابا شندير دابا تعطونا لي كونسونطراسيون ديالكم باش انكم تقدروا تفهموا هاد الوقت اللي عندي باش انني نطيح فيه بالسهولة. يقدر شي واحد يكون عنده لا رومارك وضابط واحد القاعدة يقول لي خوف راه ممكن هنا الكوس كاغي ديال اكس نعرفوها بان هي ان موان سين كاغي ديال اكس نقول لك وي معاك ولكن من هاد ديفلوبي ما تلقاش لا بريميتيف ديالك تبقى مريح بلاصتك. هنا كيفاش نتعامل مع بحال هكا لانه ضروري انا خاصني الكوس دو اكس ملي خاصني ندير السين خاصني نلقى الكوس ديال اكس مي هنا الكوس شو باقي لاصق حداجو تلاحظوا ان الكوس عندو باقي لاصق حدا هاد الكار يعني انا خاصني ماكسيموم نحيد هاد الكار باقي هنا لاحظوا معايا البرانسيب باش ندير تنعرفو تنكون ان السينيس كاري ديال اكس ايكال هو موان كوس كاري ديال اكس. كنت عطيتها لكم اول مره الخاصيه كنت عطيتها لكم اول مره بالنسبه لي قلت لكم عقلوا عليهم بالنسبه لي فورم لي فونكسيون تريغونومتريك راه نحتاجهم راح نحتاجين هذا دابا شحال تولي عندك تولي عندك هي الكوس كاري ديال اكس فاكتور شنو هو السينيس كاري ديال اكس هو موان الكوس كاري ديال اكس هي فوا اش فوا سين ديال اكس دي دي اكس ابخا شنديرو شباب نشد هذا ونديفلوبي لاحظوا نديفلوبي يولي عندك الانتيغرال دو زيرو بيسيون ولكن انا ربع صفر بحاجه واحد لانه ان برودوي دو فوا ان برودوي هنا ان برودوي كذلك هنا عندك كوس كاري ديال اكس في ان هي الكوس كاري ديال اكس هذيك هي كوس كاري ديال اكس ولكن نضربها في اش عاوتاني نديفلوبي هذا تولي عندك اش فوا اش فوا السينيس ديال اكس موان الوحدة هذا هنا تولي عندك هي موان الكوس كاري دو اكس في كوس كاري ديال اكس هي الكوس على بوسونس ك دو اكس فوا اش فوا سين دو اكس فوا سين دو اكس دي اكس ابخي باش نعرف على الضرب باش نعرف بان الضرب تبادل لي انا مدير ندير شونجمون تاع لي فونكسيون تولي اس سي دو نجيب هذا هو انا وهذا هنا ما يوقع هو بقات السينيس ديال اكس في اش في الكوس كاري ديال اكس موان تاع هذا كذلك سينيس ديال اكس في اش في الكوس على بوسونس ك دو اكس ديال اكس وبالتالي ولا عندك دو فراكسيون دو فونكسيون اللي عندك الفونكسيون اللي لعب عليها هي الاولى وهذه الفونكسيون اللي لعب عليها الثانيه مايمكنش نغمق بانهم تكتبوا على شكل اش على شكل انهم برودوي ديال دو فونكسيون كاين في بلاصه يقول لي راه يمكن تكتبوا اي تكتبوا على شكل اف بريم فوا اف على بوسونس ال هنا تبان لي انا بوسونس نمشي ندير سميتو نمشي ندير الديريفي ديال الكوس الديريفي ديال الكوس وشنو هو موان سين الديريفي ديال الكوس كاين هنا يعني هنا كاين موان سين مي هنا كاين غير السين يعني اش خاصني موان ساهله راه بحال نضرب في موان ونخرج واحد الموان هتقول لي علاش مبغاش تخرجها على برا يبغى تخرجها على برا هنا ديفلوبر لانتيغرال هاكا شو الله خشي اللي شحال يولي عندك هاد الاكسبريسيون اللي دابا جايب هذا نطبق المشكل ديال هذا هو لي زيرو من بيس سيو دو
غتولي عندك موان ديال اش ديال موان سين ديال اكس فوا اش فوا الكوست كاري ديال اكس كاينه ولا كايناش لان موان مع موان تكومبليس ورجعك كما كنت بحال ما درتش والو عاوتاني الديريفي ديال الكوست وشناهو هو موان سين هنا كاينه عندك موان سين كاينه هذيك الموان موان خرج على برا ولكن من خرج على برا ندير بليس غتولي بليس موان سين ديال اكس فوا اش فوا الكوست على بوسونس كار ديال اش ديال اكس صحيح يا شباب يعني ما حطوا بان دابا بلوس مع الموا تولي هي موا بحال ما دارت حتى شي حاجه او ثاني الموا مع الموا ترجع بلوس بحال ما دارت حتى شي حاجه ولكن اون ميم طون هذا اش تولي عندك يولي عندك لانتيغرال دو زيرو بي سيغ دو شنو هو موان سين راه هو الكوز دو دو اكس بريم فوا اش فوا الكوز كاري ديال اكس بليس فشنو هو موان سين دو اكس راه هو الكوز دو اكس اش بريم فوا اش الكوز على بيسونس كار ديال اش ديال اكس دو اكس وبالتالي ولو عندي دو اكسبريسيون يعني كل واحد ندير ليه البريميتيف ديالو يعني شنو هو البريميتيف ديالها غتبقى عندك اسيدي موان تكتب سو فورم اف بريم فوا اف على بويسونس ان يعني شنو هي البريميتيف ديالها هي اف على بويسونس ان بلس ان سور ان بلس ان يعني ديريكتومون شغل اللي عندك هي الكوست ديال اكس بويسونس اللي عندي هنا دو نزيدو هنا ان تقول لي عندك هي تروا سور تو هيا بلس اش هنا طيب اللي عندك هو الكوست هنا كار تولي الكوز ديال اكس عندك هنا كارت تنزيد ا تولي هي 5 سور 5 دو اش دو 0 بي سور 2 ابخي نجي نغومبلاسي طون كونيو بان الكوز ديال بي سور ان الكوز ديال بي سور 2 هو 0 0 على بويسونس 3 هو 0 0 سور 3 هو 0 0 مع المجموع هو 0 اوكي عاوتاني كذلك هنا فالكوز ديال بي على 2 هو 0 0 على بويسونس 5 هو 0 0 سور 5 هو 0 0 مع بلوس يبقى بلوس 0 مو فتح بارونتيز في اطار انك ما تصيش دابا غونبلاسي ب 0 غونبلاسي ب 0 عندنا كوز ديال 0 هو 1 1 على بويسونس 3 هو 1 1 سور 3 تبقى لك هي 1 سور 3 مع دو موان تبقى لك هي موان زان سور 3 موان زان سور 3 اوكي نعاود هنا غونبلاسي ب 0 تنعرفوا بان الكوز ديال 0 هو 1 1 على بويسونس 5 اللي هي 1 1 سور 5 تبقى لك هي بلوس 1 سور 5 ابخي يولي عندي دير موان تو الموحد وشناهو نجيب عليك نجيب عليك نحسب هذه وابري ندخل عليه هو يبقى عندك دير موان تو الموحد هو 15 عندك اسيدي هنا عندك موان زان فوا 5 كتولي عندك اسيدي هي موان 5 بلوس اش بلوس 3 تبقى عندك اسيدي موان 5 بلوس 3 هي موان 2 ولكن مع موان تبقى لك هي 2 يعني الريزلت فينال هي شحال هي 2 سور 15 دو اش دو اش لانتيغرال دو 0 بي سور 2 ديال اش ديال الكوس كاري ديال اكس كوس كاري اكس في سينيس على بوسون 3 ديال اكس ديال اكس ايغال هي 2 سور 15 عندي الريزلت فينال ودابا كان بالنسبه لهذا الفيديو فبطبيعة الحال 100% كما استفدتوا كيف العادة في لا فيديو اللي جاي ان شاء الله نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي كار لي ما ديفيسيل بالنسبه للانتيغرال فكونوا حاضرين في الفيديو الجاي باش انكم تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الكار لي ما ديفيسيل بالنسبه للانتيغرال يعني نشوفوا شي حوايج اللي هما جديده فكونوا حاضرين في الفيديو الجاي كان معكم بروف كيف العاده النجم سفيان ايديكاسيون تلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.